العلم إذا لم يكن في وقار وفي احترام وتقدير لهؤلاء العلماء الذين سبقوك، ومن حقهم علينا إذا ذكرناهم أن نترحم عليهم. يعني بعض الناس يأخذ علم من بعض العلماء القدامى ما يذكر اسمه، يا أخي اذكر اسمه يا أخي، من حقه عليك أن تذكر اسمه حتى يعرف، حتى يدعى له، خصوصا بعض المسائل. معرفة قدر العلماء والاستفادة منهم هذا من أخلاق طالب العلم، والذي لا يتأدب مع من سبقه حتى من المعاصرين وهم أكبر من السن لم يحترم نفسه. نجد أن بعضهم ربما يتكلم على يهمز ويلمز مثلا بعض الكبار حتى ولو كانوا أحياء، هذا أنا أعتبر عنده خلل، عنده لبس مو صافي، لا صافي النية ولا صافي القلب ولا صافي الفهم ولا صافي العلم.